اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، والتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقه الماضيه وعدتكم بالحديث عن متظاهرين من نوعيه اخرى وتظاهرات من نوعيه اخرى. وفي هذا الموضوع لابد من القول بالبدايه انه من يقولون نحن مناضلين، نحن وطنيين، ناضلنا من اجل وطننا، ناضل من اجل قضايا الوطن والشعب، لا يمكن أن ينتظروا أجرا أو جزية من أي أحد. هؤلاء الذين ناضلوا بإيمان داخلي، بإيمان فكري، بإيمان ثابت بأنهم يدافعون عن وطنهم وعن شعبهم وعن دينهم، عن بلادهم، عن معتقدات وعن مبادئ وعن قيم، ولا يرجون من ورائها أجرا. وهذا ينطبق على كل المناضلين أو من يدعون النضال في كل العالم. يعني الآن عندما تدرس التاريخ ستجد في كل البلدان منهم من الجماعات الوطنية التي ناضلت من أجل وطنها، من أجل شعبها، وكانوا جزء من هذا النضال. والأدلة على وجودهم وأنهم لا يطالبون بأي ثمن لما قدموه لبلادهم، ويعتبرونه بسيطا جدا، لا يطالبون بثمن عليه. وهذا الموضوع أيضا لابد من القول أن من غير النظام السابق في العراق في عام 2003 هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لنضع مثل ما يقال النقاط على الحروف، وهذه قضية الكل يعرفها ولا جدال فيها، والجدال فيها عقيم. أمريكا عبرت الأطلسي وعبرت كل هذه المسافات بجنودها وعتادها وأسلحتها وطائراتها وصواريخها، وجاءت لتحتل العراق وأسقطت النظام وأسقطت الدولة العراقية، وجاءت بمن حكموا العراق منذ 17 سنة لحد الآن. هذه الحقيقة التي لا جدال فيها. أما من يقول أن نحن الذين أسقطنا النظام، نحن الذين، كذبة كبيرة، والشهود على ذلك أهل العراق كلهم والعالم، وهم أحياء ويرزقون الحمد لله ويستطيعون الشهادة في هذا الموضوع. هذه لا تحتاج إلى الجدال، والجدال فيها جدال عقيم الحقيقة. أمريكا هي التي جاءت بهم، هي التي أسقطت النظام وأسقطت الدولة العراقية، وجاءت بهؤلاء الذين اختارتهم وصممت لهم العملية السياسية، بدءا من مجلس الحكم اللي صممها سيء الذكر بول بريمر الأمريكي، الحاكم الأمريكي للعراق، ووصولا إلى هذا الحال، وهي ما كتبت لهم الدستور، هذا الدستور المسخ الذي يتباهون به، والذين يعني لا يريدون من العراقيين المساس به وكأنه شيء يعني مقدس. هذه الحقيقة التي يجب الـ يعني الركون إليها والاتفاق عليها. في هذا الموضوع أيضا الذين جاءت بهم أمريكا هم الذين نهبوا وأشاع الفساد وأشاع الخراب وأشاع الطائفية، وجاءوا بالميليشيات وخربوا البلاد، والذين أوصلوا التعليم إلى أسوأ المراحل، والذين أوصلوا الصحة إلى وأوصلوا كل الخدمات والبنى التحتية للعراق إلى أسوأ حالاتها، انتهى كل شيء. هم الذين نهبوا أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار عراقي بددت بالنهب والفساد والخراب والمشاريع الوهمية. هذه الحقيقة. هم الذين جاءوا بإيران لتتغول على العراق، هم الذين جاءوا بالميليشيات، بالقتل، بالسحل، بالتهجير، بتخريب المدن، بالطائفية، بالفكر الكسيح، كل هذا بالتفرقة، بتهجير الناس، باستهداف الكفاءات، الأطباء والأساتذة الجامعة والخبراء، كلهم استهدفوهم، من قتلهم قتلهم، ومن غادر العراق غادر العراق. هذه الحقيقة. فبالتالي لا يمكن يعني القفز على هذه الحقائق. الحقائق هذه ما زلنا نعيش فيها لحد الآن. العراق ما زال منذ 17 سنة محتلا، وهذا التاريخ ما زال حاضرا، وكل أحداثه ما زالت حاضرة. المهم، فهؤلاء من أجل زيادة المكاسب، زيادة المغانم، زيادة النهب، أوجدوا قوانين وقرارات كثيرة. ومن ضمن هذه القوانين والقرارات الكثيرة اللي أوجدوها ما يعرف بقانون الخدمة الجهادية، اللي جماعة رفحاء الآن يتحدثون عنه ويتظاهرون من أجله، وهو هذا مقصد حديثنا اليوم. وهؤلاء كانوا يتمتعون بالعيش في دول المهجر في أوروبا وغيرها. طبعا كانوا في معسكر في رفحاء، هربوا إليه في بداية التسعينات في السعودية، وبعد ذلك جاءت هذه الدول ونقلتهم إلى دول كثيرة بمساعدة الأمم المتحدة والسعودية وغيرها، نقلوا إلى دول كثيرة واستوطنوا فيها وأخذوا جنسيتها وأخذوا كل امتيازات هذه الدول.
في الوقت اللي كان فيه أهل العراق يعيشون من البصرة إلى زاخو في أضيق ظروف عاشوا فيها، في ظل الظروف الحصار اللي قدموا فيه أكثر من مليون شهيد، من ضمنهم أكثر من نصف مليون شهيد من الأطفال نتيجة عدم توفر الغذاء والدواء. وهذه حقيقة كل الدنيا تعرفها والأمم المتحدة شهدت بها، وحتى أمريكا التي عادت العراق وحاصرت العراق هي التي شهدت بها، هذه هي الحقيقة. وإضافة إلى هذا سنوا قانون يسمى يعني السجناء السياسيين، قانون السجناء السياسيين، قالوا أن مئات الآلاف، أصدروا قوائم بمئات الآلاف من السجناء العراقيين، خلوا به السراق والمزورين والمغتصبين وكل الشاذين والهاربين من الخدمة العسكرية وكأنهم يعني مناضلين سياسيين. إذا كان كل هؤلاء مناضلين سياسيين في العراق وكلهم معارضين للنظام السابق، مئات الآلاف في السجون، كيف كان يعني كيف استطاع النظام السابق أن يصمد يوما واحدا في الحكم؟ هذه يعني هذه قضية غريبة عجيبة. الآن يحاولون الضحك على عقول من، هذه يعني لا يمكن قبولها. المهم هؤلاء الذين في رفحة وهؤلاء السياسيين الذين السجناء السياسيين أخذوا مليارات الدولارات من العراقيين، هي ليست من خزينة العراق، ما يسمى خزينة العراق وخزينة الحكومة، هذه خزينة العراقيين. يعني هل يقبل ابن البصرة هذا الذي يشرب المياه الملوثة والذي يعيش في أسوأ ظروف وشعاعات الملوثة بالسرطانات، وأهل الناصرية وأهل البصرة وأهل العمارة وأهل الكوت وأهل النجف وكربلة وبابل وبغداد والرمادي والموصل وكل المدن العراقية وديالة والكركوك وصلاح الدين، هل يقبلون بأن تؤخذ أموالهم لتعطى لهؤلاء الذين عاشوا في الرفاهية ويقولون نحن مناضلين، والآن يهددون العراقيين بأنه الآن نأتيكم ونعلمكم درس إذا قطعتوا بعض، واليوم يخرجون في تظاهرات يقطعون الطريق الدولي الفاصل بين الناصرية والبصرة اعتراضا على مقترح سمعوا به من الحكومة ربما تقلل من رواتبهم، يقطعون الطريق الدولي. أين الميليشيات؟ أين مقتدى الصدر الذي هدد المتظاهرين متظاهري ثورة تشرين بأنه لا تقطعوا الطرق، ورسل لهم أصحاب القبعات الزرق ليضربونهم بالرصاص والسكاكين وغيرها والقوى الأمنية؟ أين القوى الأمنية لتمنع هؤلاء من قطع الطرق؟ أليس في يعني قطع الطرق هؤلاء حلال والمتظاهرين الذين يطالبون بوطن ويطالبون بالعدالة حرام عليهم؟ هذه واحدة من القضايا الكبيرة، يعني ربما اللي جعلني أتحدث ربما عن هذا الموضوع نور المالكي الذي يعني تحدث وقال انه قطع رواتب هؤلاء هذا يدل على عودة الدكتاتورية، هذول مناضلين مجاهدين لا يمكن قطع رواتبهم، هؤلاء جاهدوا، هؤلاء اسقطوا النظام، كذب وادعاءات كثيرة وهو الملطخة، والمتظاهرين السلميين الدستور يحميهم ونحن نحميهم ونحن نؤمن بهم، انت حكمت العراق 8 سنوات سرقت اكثر من 400 مليار دولار، اكثر من 400 مليار دولار الان يتحدثون، أشعة الطائفية، أشعة القتل، أشعة التخريب، التظاهرات التي خرجت واجهتها بالحديد والنار، ولك سجون السرية وسجون والتعذيب والقتل والذبح والطائفية في زمنك، أسوأ زمن مر على العراق هو في حكمك، والآن تتحدث بلغة إنسانية عالية وتطالب وتقول عنهم مجاهدين، هذا ما لا يقبله أهل العراق. يعني وهل يستحق هؤلاء أن يتساووا مع المتظاهرين متظاهري ثورة تشرين وقبلها، أن يتساوون ويقول هذا متظاهر وهذا متظاهر، هذا الذي يطالب بوطن وحقوق الوطن وحقوقه المشروعة وهذا الذي يطالب بحقوق غير مشروعة ويسرق الوطن ويسرق أمواله؟ هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع، وهذا ما أردنا أن نتحدث عنه في هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين والسلام عليكم.